دي ان اي مساء الخير. عمليا بلش العد التنازلي لمؤتمر استانا بكازاخستان بين النظام، نظام الاسد، والمعارضه السوريه، وكل طرف من كل هالمعركه عم بيحاول يحط المؤتمر بالسياق اللي بيناسبه. ماذا يعني مؤتمر استانا بالنسبه للممانعه؟ في تحديات الاقليم، تحديد موعد لمفاوضات الاستانا الكازاخستانيه أكد ضياع أحلام سلطنة الأستانة العثمانية، وبدأ ترتيب الأوراق بثابتة بقاء سوريا الموحدة ونظامها القوي. أيوة خلصنا، كان في أحلام وانتهت. أستانا هو عمليا هزيمة كاملة لتركيا، وطبعا المنار كمحطة مهنية بتعتمد التحليل الذكي والجذاب، قررت تجيب ضيف يشرح للرأي العام كيف أنه تركيا انمسحت وكيف انتصر محور المقاومة. يجب التوقف عند يعني الموقف التركي المتحول إذا العراق خصوصا ومعسكر بعشيقة وهذه الإيجابية التي سادت بين الدولتين. أنا ما شفتها، أنا سمعت أنه يعني في يعني موقف متحول، بس عمليا شفتها العكس، يعني مجرد الذهاب إلى العراق شو يعني والبحث في مسألة خلافية يعني شيء من التنازل في الدبلوماسية. قال هو بالمؤتمر الصحفي وبالنقاشات اللي قالوا أنه نحن ما قلنا أطمع بالأراضي العراقية، العراق ذات سيادة مثل ما عم بيقولوا العراقيين، بس انه نحن مساله بعشيقه منشوف كيف بده يصير العالم يوما ما، اكيد بدنا ننسحب. يعني انا ما بفهم هذا البحث يعني عن انتصارات، لانه علي بن يلدرم راح على العراق وقال له للعبادي انه يعني مش انتصارات، نحن عم نقول تحول في الموقف. ما فيش تحول ولا في شيء، بلا انتصار بلا بطيخ. وين في انتصار؟ المسكين المحاور نزل معه من انتصار لتحول، انه بلكي بيقبل معه انه في تحول، قال له بلا تحول بلا بطيخ، حمي تنهرخ، وين في تحول؟ جايبين ضيف للتأكيد على تراجع تركيا وتنازل تركيا بكل المشهد، بس ما حدا شايف التراجع والتنازل الا مذيع المنار اللي عم بيسأل أجوبة. ما هو رأيك بالانتصار الباهر الكذا؟ ما هو رأيك بالتحول؟ مش نزلت؟ مش أكلتها هواء؟ وحبيبي هو الأسئلة أو أجوبة؟ بس فعلا غريب ما يشوفوا هزيمة تركيا، أقله تركيا مهزومة بالمقارنة مع انتصار النظام السوري. نظام انتصر يا جماعة بكل المقاييس ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة، يعني لا بتقدم ولا بتأخر. تحت عنوان الأسد انتصر في سوريا لكن سوريا تكاد موجودة، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استنادا إلى تقرير صدر العام الماضي عن المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعيش نحو 70% منهم في فقر مدقع، ما يعني عدم استطاعتهم تأمين احتياجاتهم الأساسية. وتتابع الصحيفة أن معدل البطالة يقارب 58%، فيما بات نحو نصف أطفال سوريا بلا مدارس. وأضافت الصحيفة أن تكلفة إعادة الأعمار ستكون فلكية، مشيرة إلى أن دراسة أجريت في آذار من العام الماضي قدرت مجموع الخسائر الاقتصادية نتيجة الصراع ب 275 مليار دولار. بالإضافة إلى هذا، قدر صندوق النقد الدولي تكلفة الإصلاحات اللازمة للبنية التحتية بين 180 و200 مليار دولار. بس للتأكيد أنه كلنا فهمانين على بعض شو عم نحكي، هيدا الانتصار مش الهزيمة، هول معايير الانتصار. 80% تحت خط الفقر، ضياع جيل مدرسي كامل، بطالة بأرقام فلكية، خسائر اقتصادية، أكلاف إعادة إعمار بمئات المليارات، هيدا كله ضمن الانتصار. يعني مش انه ما حدا يفكر، يعني بس ضمن الانتصار، بس عم بحطكم بالجو. بس لحظة، مين بيأكد هالمعطيات؟ نيويورك تايمز بالنتيجة صحيفة يهودية مملوكة لللوبي الصهيوني، شغلتها تشوه سمعة الأنظمة التقدمية مثل نظام بشار الأسد. ليه بدنا نصدقها؟ مين قال انه حقيقة الوضع هيك؟ بالنسبة لملف الأدوية، ملف الأدوية يا جماعة الصيدليات كلها موجودة، ما في دواء. نحن إذا بدنا نشوف بحرب، نحن علينا كان ندعم المنتج المحلي. السيد نقيب الصيادلي زميلنا هون موجود بيعرف. اليوم الأدوية ما في أدوية بالسوق. تحكي مع وزير الصحة أملنا وين الأدوية؟ أدوية الالتهابات، أدوية الربو، الأدوية الشتوية بشكل عام، القريب والرشح. وينها؟ ما في أدوية أبداً. إنه ما بيكون منتصر إلا إذا عنده دواء رشح؟
ليك ما معقول شو متطلبين السوريين، ما معقول انه بده دواء رشح كمان، شو ما معقول تطلب ودلع وغنج وسقاله وانه بدنا ادوي للرشح وادوي لوجع الراس ليك استحت المعارضه الماجوره تحكي هيك؟ قال شو ما عندنا دواء رشح؟ ايه ما ترشح، ما تاكل ايس كريم بالشتويه، ما تطلع تعمل سكي تتفلسف. بعدين حبيبي سوريا الأسد دولة بحالة حرب على المؤامرة الكونية، كل مقدراتها رايحة للحرب، ما في مصاري لدواء الرشح، لأن المصاري عم بتروح لدعم الجيش العربي السوري الباسل. بالنسبة لقوات الجيش العربي السوري، أنا بحس بنفسي وقت نطلع أماكن جبهات قتال بنشوف عناصر الجيش العربي السوري وقوات الجيش، العسكري بيجي حبة بطاطا باليوم أو رغيفين خبز، مقابل في قوات رديفه بيجي ياكل ساخي، كيف بده يقاتل هذا الجيش؟ طيب هدول مين بده يبعث ابنه يروح على الجيش؟ بيقول لك ما عاد يتصرح. قلنا له سيد وزير الدفاع حددوا الخدمه يا اخي 3 سنوات 4 سنوات 5، الاحتياط 2 3 كلها تبعت اولادها واعطوه راتب مثل العالم وطعمه مثل العالم، كله بيروح. فعلا نظام بيستحق كل احترام كل تقدير، والاهم بيستحق كل تسويق لانتصاراته. جيش البطاطا المسلوقة جيش منتصر، والجيش التركي مهزوم على قناة المنار، يعني بس تخيلوا هالوضع. بس ليك بدك تعطي حق، رغم انه جيش البطاطا المسلوقة بس عم بيحقق انتصارات مهولة على الإرهاب. اتفاق على خروج الإرهابيين من وادي بردة في سوريا، اتفاق على تسوية أوضاع المسلحين والمتخلفين عن خدمة العلم في وادي بردة بريف دمشق. بالنسبة لمن يريد أن يرحل، قالت الحكومة السورية فليرحل. فسكان قرى الوادي سواء منهم المدنيون أو الذين حملوا السلاح يتدفقون نحو ملاذهم الآمن عبر معبر دير قانون. من يريد أن يرحل من جبهة النصرة إلى إدلب فلا مشكلة معه. المسلحون يطمعون بتسوية أوضاعهم واللحاق بقطار العفو الرئاسي. وطبعا عم بيعمل عفو عن المسلحين من موقع القوي، هيدا بيسموه العفو عند المقدرة، عفو القوي، عفو المنتصر، يلي بعلمك عم بيحارب الإرهاب وما بعرف شو، بعلمك عم بيعمل عنه عفو وصفقات و... حبيبي عفو عن مين؟ مع مين عم تعمل صفقات بوادي بردة؟ Mr. President, a ceasefire has been signed on the 30th of December. Why do Syrian armies still fight near Damascus in the region of Wadi Barada? In Damascus, mainly because the terrorists occupied the main source of water of Damascus, where more than 5 million civilians is deprived from water for the last 3 weeks now. Second part of that ceasefire is not about al-Nusra and ISIS. وما دام عارف انهم ارهابيين، ليه ما جيش البطاطا المسلوقه بيقضي عليهم؟ ليه ما بيروح بحاربهم وبينهيهم بدل العفو والصفقات؟ ما فهمت. واذا في عفو وفي صفقات، ليه ما بتتمارس ذات الحنيه والصدر الواسع مع الشعب السوري؟ او الانتصار ما بيزبط الا حنون على الارهاب وبطاش بالسوريين؟ تصبحوا على خير.